احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة وتنصيب قائد كشفي جديد، وذلك بقداس إلهي ترأسه قدس الأب فراس عريضة راعي الكنيسة، بحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وجموع كبيرة من المؤمنين. إلى المزيد. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين في مادبا بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب فراس عريضة راعي الكنيسة والأب إبراهيم نفاع، بمشاركة الأب سالم لولس والأب أكرم مشربش وقادة المجموعات الكشفية المختلفة، وحضور ذوي أفراد الكشافة وجوقة الكنيسة والراهبات وجموع المؤمنين. وبعد رفع الطلبات وتلاوة كلام الكتاب المقدس، ألقى الأب فراس عظة القداس التي أشاد فيها بالعمل الكشفي قائلا: إن الحركة الكشفية هي الشريان الرئيس لكل من يريد أن يتقدم في السن والحكمة عند الله والناس، فهي التي تعلم وتهذب الإنسان ليكون في حياته متواضعا يخدم الآخر ويعطي دون مقابل. الخدمة في الكشفية تعتبر من أهم الأعمال اليوم، ويجوز اعتبارها سر التجسد الكشفي. على مثال السيد المسيح، أكد بادن باول أن الخدمة في الكشفية تجعلنا نمرح ونلعب في فريق الله، ويسعدنا ويجعلنا نسعد الآخرين في خدمتنا. هذه دعوة الكشفية اليومية إلى الخدمة. ما يقال ليس ما يعاش. كلمة مؤسس الحركة الكشفية حياة تعاش وليست كلمة تقال، هي جوهر هذه الحركة التي لا يمكن أن تعرف أو توضع في قالب ما أو أن تشرح في كلمة أو سطر أو مقال. رواد الحركة الكشفية دائما يرددون قول كشاف يوم هو كشاف مدى الحياة، في إشارة للأثر الذي تتركه الكشفية على الإنسان حتى وإن كان ذلك الأثر لم يتجاوز اليوم الواحد. وخلال القداس وبعد تعيين قادة جدد، تقدم قادة المجموعة وأفرادها مجددين وعدهم الكشفي أمام مذبح الرب، مستمرين في خدمتهم التطوعية للكنيسة والمجتمع والوطن. وقدم قائد المجموعة زيد المصري كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوهم احتفالهم الكشفي 11، مجددين فيه عهدنا السنوي بأننا سنبقى ممتلئين بالعطاء ومعطرين بالوفاء للكنيسة والوطن وخدمة المجتمع بمسيرة كشفية متجددة وواعدة بحياة مليئة بالعمل والمساعدة غير المحدودة. احنا مجموعة كشافة ومرشدات يوحنا المعمدان القديس يوحنا المعمدان مادبا اليوم احتفلنا بتجديد الوعد الكشفي للسنة 11 على التوالي. تجديد الوعد الكشفي هو يقوم فيه القيادة بتجديد انتمائهم وولائهم للكنيسة وللمجموعة الكشفية. بحب أوجه شكر للقدس الأب فراس عريضة، هو الكاهن المسؤول عن رعية مادبا حاليا، وأيضا لأوجه الشكر للأب إبراهيم نفاع اللي هو المرشد الروحي لهيئة كشافة المرشدات الكاثوليكية في الأردن. وأيضا أحب أوجه للتلفزيون نورسات على دعمهم لأنه وتواجدهم معنا دائما في جميع احتفالاتنا. وبعد أن منح الآباء الكهنة البركة الختامية، التأم الجميع في باحة الكنيسة، حيث أقامت المجموعة احتفالها الكشفي 11، والذي تضمن تقديم فعاليات منوعة وفقرات دينية ووطنية وعزف على الآلات الموسيقية قدمها أفراد المجموعة.
حيث اختتم اللقاء بتقديم دروع تكريمية باسم المجموعة لمستحقيها.